تقدم محاضرة بعنوان دور مجلس المخاطر الوطنية في تعزيز الصمود الوطني، فليتفضل. المرحلة الثانية الوقاية والإجراءات التدابير والقدرات اللازمة لحد من المخاطر أو التقليل من احتماليات حدوثها. أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يعين قيادتنا الرشيدة لما فيه خير البلاد والعباد. بداية حياكم الله جميعا. هذا المؤتمر يهدف إلى اليوم تعزيز صمود المدن ودور التقنية في صمود المدن في الكوارث. كوارث اليوم كوارث، في كوارث طبيعية، كوارث مصطنعة. كيف تعزيز الدور التقني لتعزيز استدامة وصمود المدن؟ صمود المدن يعتمد على متركزات كثيرة جدا. تعلم من أهمها الدور التقني اليوم وآلية استخدام التقنيات في المحافظة على استمرارية واستدامة هذه المدن، أيضا في الحصول على المؤشرات الاستباقية اللي من خلال تدارك الكوارث، سنقلل من الكوارث بوضوح، يعني استراتيجية واضحة لتشغيل وتكامل المدن من خلال المكونات التقنية سواء في الأجهزة أو في الأنظمة والمنصات، أيضا إضافة لذلك تعزيز الوعي لدى المستخدمين ومستفيدي هذه المدن وقاطني هذه المدن. تدار المخاطر من خلال منظومة متكاملة من الحلول يتشارك فيها جميع المشاركين داخل المدينة، سواء في الصفات الاعتبارية أو الصفات الشخصية. ويقصد بالصفات الاعتبارية اللي هي الجهات الحكومية والجهات الغير حكومية الخاصة، أيضا الجهات الغير ربحية والأفراد الموجودين في المدينة.